طلاب جامعة البعث في حمص وبالتعاون مع مديرية الزراعة يزرعون 3000 غرسة حراجية في منطقة وادي النضارة خلال مخيمهم التطوعي. ضمن فعاليات مخيم العمل التطوعي في وادي النضارة لطلبة جامعة البعث بحمص وبالتعاون مع مديرية الزراعة، قام الطلبة وبحضور رسمي وشعبي بزرع 3000 غرسة حراجية ستوزع على عدة مناطق. نحن يعني بدنا نشتري شجر بس انه يعني مشان نعبر شوي انه عن حب لبلدنا. نحن عم نزرع شجرة المحبة بايدينا وبأرضنا سوريا الغالي على قلوبنا جميعا. اخترنا هيدي المنطقة مشان ترمز لسوريا ولشموخ سوريا، وجينا مشان تضل سوريا خضراء. الآن نحن في موقع الناصرة الحراجي، حيث سيتم التجير في 3 مواقع، على سد المزيني وعلى في مركز حماية الغابات بالناصرة ودير مار جرجوس. بعدها انتقل المشاركون وبحضور السيد محافظ حمص أحمد منير محمد إلى عقد لقاء حواري في المركز الثقافي بمرمريتا، وتناول القضايا التي تهم المواطنين والطلبة. طبعا نحن كاتحاد وطن طلبة سوريا حبينا نسوي مخيم عمل تطوعي. المخيم رح يمتد لثلاث أيام، رح نرسم علم الجمهورية العربية السورية، العلم الغالي على قلبنا، رح نرسمه بالقرى المحيطة، هي حوالي 6 قرى تابعة لناحية ناصرة وناحية الحواش. نقول هي سوريا بأبنائها وبوصلته الحقيقية هو جيل الشباب. هكذا أكد المشاركون على أهمية العمل التطوعي لما له من أثر في بناء المجتمع، مما يجعل الجميع يشعر بمعنى الانتماء والروح التشاركية في خدمة الوطن.